تانية وعلى الهواء مباشرة بنتابع فقرات مصر جميلة. قبل ما ابدا اي كلام اسمحوا لي ارحب بزميلي العزيز حاتم حيدر اللي نورني سريعا في الحلقة. انا اتفاجئت بيك يا حاتم. ربنا يخليك يا طارق. احمد عطا احمد عطا بعد الهواء هيشوف. لكن تمام، انا سعيد ان انا جيت والله ابقى معاك يعني، ويبقى يوم الخميس ده يوم جميل ومع مخرجنا الجميل سامي، فده حاجه جميله، واكون مع فضيله الشيخ كمان لما تقدمه يعني حاجه فخر بصراحه واعزاز. اهلا بيك حاتم، واسمحوا لي برضو ارحب بفضيله الشيخ احمد تركي مدير بحوث الدعوه بوزاره الاوقاف واحد المكرمين في احتفاليه ذكرى المولد النبوي الشريف صلوات الله عليه وسلامه، ودي اللي كان تقدم فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم علمائنا الاجلاء في الازهر الشريف. هنتكلم زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، هنتكلم كتير عن الدعوه والرسائل اللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحمل قوي شيوخ وعلماء الازهر اهميه رساله سوره الاسلام السامحه ودعوة الإسلام الوسطية اللي احنا كلنا اتربينا وتعلمنا عليها، وده دور من الأدوار المهمة للأزهر الشريف. صباح الخير فضيلة الشيخ، وبرحب بحضرتك وأهلا بيك معنا. صباح الخير وأشكركم طبعا على التقرير، وأهلا وسهلا بيك يا أستاذ حاتم وأستاذ طارق. أهلا بيك. أهلا بيك فضيلة الشيخ. يعني خلينا نتكلم على الموضوع، التكريم، هل فوجئت بالتكريم ده ولا كنت متخيله أو متوقعه مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أنا فوجئت بيه الحقيقة، فوجئت بيه مفاجأة تامة يعني. لحد يمكن قبل التكريم بيوم انا بلغت يوم الاربعاء الساعه 2:30 بعد الظهر، كان تكريمه يوم الخميس. طبعا فضلا عن الفرحه استشعرت مسؤوليه كبيره، استشعرت ان دي بدايه الانطلاق جديد، وممكن كان قبل كده ان الانسان يعمل لنفسه قليلا ولدينه ووطنه كثيرا. استشعرت ان احنا لابد ان نتمثل الايه الكريمه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. بدايه استشعرت فيها ان انا ينبغي ان اهب نفسي وجهدي ووقتي وكل ما استطيع لديني ولبلدي. فضلت الشيخ، يمكن شفنا في بدايه اللقاء كان في السي في بتاعت حضرتك الكامله، حضرتك قمت بعمليات تدريب كبيره جدا لبعض علمائنا وبعض شيوخنا الاجلاء، لكن انا هروح للرساله المهمه اللي القاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الذكرى العطره. اتكلم كتير قوي وهتوقف مع حضرتك عن ساحاجيكم امام الله في ان تقوموا بواجبكم على اكمل وجه وإيصال الصورة الصحيحة السامحة عن الإسلام في كل أنحاء العالم الإسلامي. تفضل فضيلة الشيخ. طبعا أنا كنت حاضر بشعوري في هذا اللقاء، وأعي تماما سيادة الرئيس ماذا يريد، وأول رئيس جمهورية يتحدث خطاب صادق بهذه الدرجة. فعلا الجمل والخطاب كان صادقا 100%. وهذا الخطاب وهذا الطلب من الأزهر الشريف بتجديد الخطاب الديني وبتنقية التراث جاء في وقته
والحقيقة هو نحن في حاجة شديدة لعمل مشروع تنويري حضاري يرتبط بالأصل ويحافظ على الثوابت. القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي نفس الوقت يتصل بالعصر. إذا نحن نريد مشروعا حضاريا تنويريا جديدا في التراث الإسلامي وفي الخطاب وكيفية إيصال الدعوة الإسلامية والقيم الإيمانية وهدي سيد النبي صلى الله عليه وسلم الغائب عن العالم كله بما فيهم المسلمين. هدي النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال غائبا من الناحية الواقعية عن المجتمع وعن التعاملات، فبالتالي لابد أن نوصل هذا الهدي النبوي بصورته النقية كما علمنا رب العالمين: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. السراج المنير ينبغي أن يصل إلى كل قلب وإلى كل عقل وإلى كل الشعور، ليس في مصر وحدها وليس في العالم العربي والإسلامي وإنما في كل أنحاء العالم. هذا جهد الأزهر يقوده، ولكن الأزهر ليس وحده هو الذي سيكون الفاعل الوحيد، يعني مش هو الفاعل الوحيد في تجديد الخطاب و يعني إقامة هذا المشروع الكبير. في حاجة شديدة إلى مؤسسات كثيرة تخدم على الأزهر الشريف في هذا الشأن. في جهود في هذا الموضوع، ولكن لابد من خطة واضحة، وفي خطة على المدى القريب وفي خطة على المدى البعيد. وأنا بالمناسبة عندي خطة وعندي مشروع في هذا الموضوع، من ناحية تجديد الخطاب، من ناحية تنقية التراث، حلو، من ناحية المناهج التعليمية الدينية، لأن المناهج التعليمية الدينية في المدارس وفي فترة كبيرة في الأزهر الشريف، خلينا نكون أكثر صراحة، كانت مناهج دينية تعطي ثقافة دينية لكن لا تحصن من انحراف. عشان نقف عند النقطة دي تاني، اشرحها لو سمحت بعدين. يعني هناك منهج ديني كويس جدا يتحدث عن السيرة، يتحدث عن الصلاة، عن مبادئ الإسلام، يعطي للطفل أو يعطي للطالب ثقافة دينية تمام، لكن لا يحصنه من الانحرافات الموجودة. يعني مثلا على سبيل المثال، لما يجي واحد إرهابي متحالف مع الاستخراب العالمي الذي يريد أن يفكك منطقتنا العربية والإسلامية أو هذه المنطقة، فهم هو بيستخدموا الدين وبيلعبوا بالدين بقالهم أكتر من 500 سنة، فيجي يرمي كلمة كده أو يرمي فكرة أو نظرية: مفيش وطن في الإسلام. هذه شبهة بوابة بيعبر منها أي إرهابي عشان يوصل للإرهاب وللتفجير وللمشاكل الكثيرة. ما فيش وطن في الإسلام، الوطن وطن العقيدة، وإن أي مسلم هو أقرب لي من المصري، وده اتكال كتير في جماعة الإخوان الإرهابية. وبالتالي ما فيش وطن في الإسلام، إذن أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أتنازل عن حلايب وشلاتين تكون سودانية أو مصرية، وما عنديش مشكلة إن سينا تكون جزء من مصر أو جزء حتى من إسرائيل، ما عنديش مشكلة. شوف الفكرة، هذه فكرة دينية، هذه شبهة مغلفة، مغلفة باسم الدين. فأنا في شاب في حواري معه قلت له: يا ابني ده في سورة كاملة في القرآن تسمى بسورة البلد، والله رب العالمين يقول: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. حتى هذه اللحظة المناهج التعليمية ما هيش لا تستطيع أن تربط ما بين الشبهات التي تلعب بعقول الشباب في النشأ، وخاصة في الفترة الإعدادية والثانوية. المرحلة الإعدادية والثانوية مرحلة التجنيد، سواء تجنيد إرهابي انحرافي ناحية الجماعات أو انحراف خلقي. فبالتالي المناهج التعليمية هنا لابد أن تكون هادفة، ولابد أن احنا نستطيع عايزين إيه بالضبط، عايزين إيه بالضبط، عايزين نوصل إيه للطلبة من الناحية الدينية للطلبة دول، عشان بعد كده لما ياخد هو في التعليم الوطن في الإسلام. كيف كانت وطنية رسول الله؟ ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
على فكرة بالمناسبة الانتماء الوطني جزء من الإيمان. الانتماء للأرض. نعم. والانتماء للعرض والانتماء للجيش والانتماء إن أنا عندي ناسي وبلدي وأرضي. الإرهاب يقول لك ده قطعة من تراب. لكن هو مش فاهم التراب ده غالي. التراب ده بذل الروح في سبيله, جهاد في سبيل الله, جهاد في سبيل الله وشهادة في سبيل. نعم. الله. نعم. نعم. قال ومن قتل دون داره فهو الشهيد. تم الضرح يطوب. نعم. لكن قال فهو شهيد. نعم. فسيدنا النبي عليه السلام لما نشأ في مكة, بلد مكة وطنه تعلق بها روحيا فضلا عن التعلق الشرعي. نعم. التعلق الشرعي والشريعة والرسالة ده أمر آخر. من شدة تعلقه لما هاجر إلى المدينة وكانت قبلته إلى بيت المقدس. نعم. كان يجد في نفسه لدرجة أنه يقلب وجهه في السماء ويستحي أن يطلب من الله أن يجعل قبلته إلى بلده مكة المكرمة أو إلى بيت الله الحرام. رب العالمين احترم شعوره ده. واحترام القرآن لشعور سيدنا النبي في هذا الموضوع يؤكد أن الانتماء الوطني جزء من الإيمان. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يعني يقصد رضا الانتماء. رضا الانتماء من شدة حب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام المكرم. لما يجي النهاردة أنا فهمت الكلام ده, تعلمته في الأزهر. أنا تعلمت الكلام ده في الأزهر. أنا تعلمت إن صهيب الرومي مثلا لما جه الإسلام وأسلم, سيدنا النبي قال له سيبك من الروم, ده خلاص ما فيش روم. أنت أصبحت صهيب العربي. نعم. حصلش. نعم. ما حصلش. نعم. بلال الحبشي. نعم. ما قالوش لا أنت تبع الحبش, لا خليك. نعم. أنت تبع الجزيرة العربية. لا. نعم. حصلش. نعم. ده ظل بلال الحبشي وظل صهيب الرومي وظل سلمان الفارسي لحد ما ماتوا. نعم. وفتحت هذه البلدان أو لم تفتح. نعم. فالشاهد أنا تعلمت ده في الأزهر. تمام. أما يجي حد يلعب لي في دماغي وأنا حتى طالب. وكثيرا ما تعرضت لمحاولات تجنيد. لا فضلت شيخ. فبالتالي هنا عندي إذن عندي شوية نقاط. نعم. النقطة الأولى تنقيط التراث. أيوة. وده مشروع تنويري كبير بآليات ممكن ياخد 40 سنة. لكن لازم نبدأ وفينا قدامنا أولويات. هناك أشياء في التراث لابد أن تنقى, لابد أن نستعيد المفاهيم المخطوفة, مفهوم الجهاد. مفهوم. صحيح. الآخر. مفهوم دار الحرب ودار الكفر. هذه المفاهيم لابد أن نحن ننورها للناس. التفسير الصحيح لنصوص القرآن الكريم, ودي في بعض الآيات بياخدوها يعني يطوعوها لأهوائهم وبتتفسر غلط. ده برضو دور مهم قوي من علمائنا الأجلاء في الأزهر الشريف. صحيح. فده بقى مشروع متكامل بالتوازي يمشي مع بعض. تعليم. عندنا تنقيد التراث. عندنا تجديد الخطاب, التدريب كيف نصنع إماما. ده في حد ذاته صناعة ثقيلة. مش أي حد يطلع على المنبر. صناعة ثقيلة. كي صناعة الإمام. هذا مشروع أنا بطلقه دلوقتي من خلالكم. صناعة الإمام. كيف يصنع الإمام؟ هل مجرد أن اجتاز الاختبارات في جامعة الأزهر واجتاز الاختبارات اللي هي قبل ما يخش وزارة الأوقاف أصبح إماما؟ هذا يكفي؟ لا يكفي. لا, ده صناعة الإمام صناعة ثقيلة. لا ينبغي أن تكون فقط تدريسا للعلوم الشرعية. فضلتك دربت أكثر من 2000 إمام في الأزهر الشريف. وزارة الأوقاف وفي بعض الدول العربية. إيه النقاط الأساسية اللي فضلتك كنت بتركز عليها مع الأئمة بتوع المسجد؟ بص أقول لحضرتك الحاجة, هناك فارق بين التلقين والتدريب. لما بنتكلم عن تدريب إذن بنتكلم عن مهارات. ما بنتكلمش عن أفكار أو عقيدة أو. لأن الأفكار دي هو خدها خلاص. هو عنده درس التفسير ودرس الحديث ودرس الفقه وعنده مضمون. لكن الإشكالية أن هذا المضمون كيف نبسطه. يعني أنت دلوقتي المهارات النهاردة اللي أنت تقدر تس... أنت النهاردة المجتمع عفوا زي بالضبط المريض لما بيحتاج لكلوكوز. جلوكوز ده أصلا سكر. أنت ما تقدرش تحط له حبات سكر. أنت بتحول السكر ده الى ميه الى محلول والى محلول يتناسب مع وضعه. الدعوه كده. الدعوه كده. رب العالمين يقول وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. فكره التوحيد العقيده والشرائع والاخلاق والقيم منظومات الدين كلها. تمام. النبي كان يحولها الى لغه بسيطه
علشان الناس تفهمها وتستوعبها. ده دور الداعيه. لما اذن لما نتكلم عن تدريب للداعيه او نتكلم عن تدريب للامام، اذا لابد ان احول هذا الكم الكبير المفاهيم الاسلاميه تمام ها الى لغه سهله بسيطه والى اساليب والى اليات يديها للشباب ازاي. تمام. وبالتالي التدريب النهارده هنتكلم عن السوشيال ميديا هنتكلم عن مهارات التواصل تمام، هنتكلم عن كيف نغير المفهوم الى مصطلح اخر يتناسب مع الشباب تمام بلغه الشباب بلغه الشباب اذا دي الدعوه بقى حلو. ده خليني اوصل مع حضرتك لموضوع مهم جدا. احنا كلنا عارفين موضوع شارلي ابدو واللي حاصل دوت ازاي، مع الازهر ليه دور كبير جدا في تغيير الخطاب الديني وليه دور كبير جدا ان هو يحكي للعالم كله مين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش محتاجين ان احنا نرد بالرد اللي احنا شفناه دوت او يعني الدم والمفرقعات والحاجات دي كلها، اكيد في رد تاني، اكيد في رد لازم يوصل للناس دي. هو احتمال ما كانوش خطوه. انا شاركت في ازمه الرسوم في الدنمارك 2005 ست مرات. رحت الدنمارك ست مرات، كنت ممثلا عن وزاره الاوقاف. تمام. وعصرت المشكله الاولى بتاعه صحيفه يولاندز بوستر. تحليلي للظاهرة ان اوروبا بالتحديد غير امريكا خريطتها كالتالي، بتنقسم الى 20% و80%. 20 ايه و80 ايه بقى؟ 20% من المثقفين الذين يعرفون عن الشرق الاوسط او عن المسلمين او عن العرب اما كل شيء او بعض الاشياء. دول 20%. هنلاقي مراكز بحثية، هنلاقي مثقفين، هنلاقي كتاب كبار، هنلاقي بعض الإعلاميين إلى آخره. دول 20%. أما 80% من الشعوب الأوروبية أنت مش في حسبانهم. مش عارف فينا، مش عارفش عنك حاجة. أنت ما وصلت لهمش، وبالتالي هم مش هيوصلوا لك. تمام. لأن هو منهمك في حياته، والويك إند بيأديه إلى آخره. ولو جات له أي معلومة هيصدقها من الإعلام بتاعه. بالظبط كده. الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أوروبا لابد أن تصنف كالتالي. تصنف أن بعض من 20% دول بيستخدم هذه الإساءات كوسيلة من الوسائل السياسية أو كسلاح سياسي. إذن عندما نتحدث عن الرسوم المسيئة في أوروبا كلها، بداية من الدنمارك وانتهاء بفرنسا، لابد أن نصنف موضوع الرسوم المسيئة ليس على أنها حرة التعبير كما يدعون. تمام. وليس على أنها استفزاز، ليس على أنها اضطهاد للمسلمين كما يقولون. إنما هي لعبات وأوراق سياسية تتصل ببعض استخراب العالمي أو بعض جهات الاستخراب العالمي. عشان إيه نصنف الموضوع؟ تمام. العجيب بقى أن أوروبا من الستينيات والسبعينيات لحد النهاردة تحالفت مع الإرهاب وحاربت الإسلام. إجمالا كده يعني معظم 20% دول تحالفوا مع الإرهاب وحاربوا الإسلام. إزاي؟ تحت ما يسمى باللجوء السياسي. أنا شفت ناس خطورين جدا في منتهى الخطورة ارتكبوا جرائم هنا في السبعينيات وفي الدول العربية، مش من مصر بس، من لبنان ومن مصر ومن ليبيا ومن كل الدول العربية. راحوا سابوهم علشان يتركوهم يؤدوا مجالاتهم الإرهابية بشرط إن إرهابك يكون ضد بلدك. بس ما يكونش ضدنا. ما يوصليش. التحول الخطير في الذي حدث في فرنسا ان هم لا ده الارهاب وصل لنا، ده مش اتفقنا. ده مش اتفقنا، الدنيا وسعت. ولذلك لهجه فرنسا اتغيرت في هذا الاطار. عشان كده الازهر احسن صنعا ما دام الموضوع لعبات سياسيه. اذا لابد ان ننتهج نهجا اخر، وهو ان 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 نتمثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللحية الاخلاقيه، ونعرف الشعوب برسول الله. نعم. هو ده الحل. هناك بقى في اوروبا بيختلف عننا، احنا هنا بنفرق ما بين النظريه والتطبيق. هو ما يعرفش الكلام. لا، يقول لك الخطاب في المنظور المعرفي الغربي، الخطاب معناه ايه؟ ان نظريه طبقت ففي نتيجه. وريني انت مين. وريني انت بقى مين. بالعمل. وليس بالايه، وليس هل تعمل بالحديث. بما تقول ولا انت هل تعمل مختلف بما يقول ولا مختلف، ولا مختلف. هل انت صادق ولا لا. نعم. هل انت متحضر ولا لا. هل انت بتؤمن بالعلم ولا لا. هل انت بتشتغل ولا لا. ده في احصائيه فضيله الشيخ برضو كانت ذكرت في الفتره الاخيره خاصه بعد هذه الحادثه،
بيتكلم على انه من يدخلون في الاسلام في اوروبا وصل تعدادهم الى اكتر من 2000 شخص في العام الواحد، ودوت يعني من ضمن الاحصائيات. ما تفرحش بالاحصائيات دي كتير لان انت عندك مشكله كبيره في المراكز الاسلاميه. هناك خلينا بقى نرفع الواقع خلينا نرفع الواقع وخلينا نشتغل صح. علشان ايه؟ الله اكبر، في 2000 واحد دخلوا في الاسلام السنه دي. ما تفرحش لان معظم المراكز الاسلاميه للاسف الشديد يسيطر عليها الارهابيون. معلش انا بقول كلام صادق. بالدعم المالي والدعم اللوجستي في كثير من المراكز الاسلاميه الجماعات الارهابيه لها نفوذ فيها. وانا كنت طالبتي من فتره قبل ما تحصل المشكله بتاعت فرنسا طالبت علنية قلت يا جماعة أرجوكم إحنا محتاجين النهاردة نفوذ الأزهر يرجع مرة تانية في أوروبا. وهذا لن يكون إلا بالتأتي. رقم واحد، إنشاء مرصد في الأزهر الشريف. هذا المرصد يكون وظيفته متابعة الحالة الدينية في العالم كله. وعلى التوازي يرجع مرة تانية المستشار الديني في السفارة. زي مستشار ديني ثقافي. لان انت النهارده بتكلم عن مصر، اذا ربنا سبحانه وتعالى وضعك في نطاق جغرافي ونطاق ثقافي ونطاق حضاري. زي جمال حمدان الله يرحمه ما قال، انت تحملت اقدار هي على كتافك. ومن هذه الاقدار قيادة الثقافة الدينية والثقافية في العالم كله. فاذا لابد ان لما نتكلم عن كده، اذا ما يحدث هنا أمن قومي، ما يحدث هناك في فرنسا هو أمن قومي بالنسبة لمصر. إذا لابد من إعادة مستشار ديني على غرار المستشار الثقافي والمستشار السياسي والمستشار الاقتصادي. مش لازم يكون شيخ، ويكون عنده مواهب ومؤهل بحيث يكون عنده قدرة فائقة في التواصل مع المراكز الإسلامية. رقم اثنين، يرفع الحالة الدينية الموجودة في البلد ويرفعها ويجيبها للخارجية، والخارجية تبعتها للأزهر. الأزهر يعمل يحط الخطط بتاعته للتواصل مع المسلمين في فرنسا، كيفية التواصل مع المسلمين في الدنمارك، كيفية التواصل مع المسلمين في كل أنحاء العالم. الناس فضيلة الشيخ بتسمع تجديد الخطاب الديني، عايزين نغير الخطاب الديني، عايزين نقول خطاب ديني جديد. هو الخطاب الديني ده ماله دلوقتي وإيه أسباب المطالبة بتغييره؟ بص أقول لحضرتك على حاجة، المطالبون بتغيير الخطاب الديني ليس كلهم عبد الفتاح السيسي الرجل المخلص اللي بيقول حاججكم يوم القيامة. ويقصد بالطبع الخطاب الديني الحجة البيضاء التي تركها لنا رسول الله كيف تصل إلى الناس. فيه ناس بتطالب بتجديد الخطاب الديني ولكن للأسف تريد تغيير الدين. وده مرفوض. ده مرفوض رفضا باتا ولن يكون. يعني تنازل عن الثوابت لن يكون. تلعب في البخاري مسلم لن يكون. تيجي النهاردة تقول لي لا الآية دي تشيلها لي والحديث ده شيلهولي، لن يكون. لا في مصلحة بلد ولا في مصلحة الدين ولا في مصلحة كذا. إنما تجديد الخطاب الديني. لا يوجد نص صحيح من السنة ولا آية قرآنية تتعارض مع العلم والتحضر. خلينا واقعين، هذه حقيقة. إذا تجديد الخطاب الديني معناه تنقية التراث من الغبش اللي موجود. وفي فرق ما بين الدين والتراث الإسلامي. الدين القرآن والسنة محفوظان، لكن بالنسبة للتراث الإسلامي في تفسير جدا كثيرة جدا خاطئة. إذا لابد أن نفسرها تفسيرا صحيحا. أما تجديد الخطاب الديني من ناحية الخطاب، أنا بقى زي ما قلت لحضرتك أهو بتكلم عن السوشيال ميديا، بتكلم عن التواصل الاجتماعي، حاجات اللي في العصر الحديث. يعني ما ينفعش إن إحنا نتأخر عن العصر بخطوة، إنما ينبغي أن نواكب العصر بل نتقدم عليه بخطوة. وعندما نتحدث عن الخطاب الديني. طيب فضيلة الشيخ، يعني الناس حاسة بنار يعني وبحرقة بعد التطاول على النبي عليه الصلاة والسلام، سواء مسلمين أو مسيحيين. يعني في مصر الناس متضايقة، الأزهر عليه دور والمواطن المصري عليه دور. المواطن المصري لما بقولش المسلم أو المسيح، دورنا إيه كمواطنين؟ تفتكر ممكن نعمل إيه؟ هل نتجه إن إحنا ننشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام باللغات؟ امبارح قلنا عملنا انترودكشن بالفرنش وحاولنا نعمل بالإنجليش وهنبتدي نعمل باللغات التانية عشان نوصل للآخر. احنا بنوصلهم عن طريق النالسات، وهم بيشوفوا بيسمعوا، يعني الأوروبيين بالذات بيسمعوا بيشوفوا اللي جاي لهم ده بيقول ايه، لانهم عايزين يدرسوك وعايزين يعرفوا انت مين وبتعمل ايه. فازاي من خلال الشباب والناس الكبيرة والناس الصغيرة نوصل لهم ونقول لهم ايه؟ هل نتبع؟ انت لا تستطيع ان تؤثر في الآخر الا اذا تأثرت انت. بمعنى الفرق ما بين الغضب
الإنساني، وهذا حق كل مسلم عندما يهان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بالغضب وينتفض وعايز يشوف. بس لما تنتفض هقول لك على حاجة بسيطة جدا، ان انت وانت بتنتفض شوف انت صورة من هدي رسول الله ولا لا. السلام. شوف انت اين هدي رسول الله منك وفيك. شوف انت طبقت الصدق في حياتك، طبقت العمل، ماذا كان يفعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف؟ نعم. انت دلوقتي النهارده راكب الاتوبيس ولا راكب مواصلة ولا بتتعامل مع اخوك ولا بتتعامل في السوق ولا بتتعامل في كذا وغضبت ورسول الله قال لك لا تغضب. نعم. هل انت هتمارس الغضب لدرجة هتعتدي على الناس ولا لا ولا هتتسامح؟ اسأل نفسك هذا السؤال، لان مجرد الانسان لما بيتأثر بشيء وخاصة هدي سيدنا النبي بيؤثر دون ان يتحدث. نعم. وكما يقولون عمل رجل في ألف رجل افضل من كلام ألف رجل في رجل. الله. واحد العمل الواحد. عمل واحد. يعني واحد بس ما تكلمش. وده اللي بيطالب بيه الغرب. وده زي ما حضرتك قلت نفس ال بالظبط كده. ده رقم واحد. رقم اتنين ان انت النهاردة بقدر امكانك بتعرف الناس. انا الامام عبد الحليم محمود الله يرحمه انت عارف ان هو درس في السوربون. ودرس ايضا في السوربون. نعم. عليه رحمة الله. نعم. وكم لابس العمة زي حالاتك كده. وراح السوربون وجه بالعمة. يعني هو راح بالعمة وجه بالعمة ولكن عالم وجمع ما بين الحضارتين، الحضارة الغربية والحضارة الفرنسية. وكيف أثر ذلك في تنوير الإمام عبد الحليم محمود بعد ما أصبح شيخا للأزهر؟ شاهد عمل كتاب اسمه أوروبا والإسلام، بينقل بعض القصص إن في غرينيه آخر القرن 19 بداية القرن 20 بحار، واحد مسلم عطاله الكتاب كتاب مترجم معاني اللغة العربية اسمها ترجمة سيل باللغة الفرنسية، فتح كده من باب الاستهزاء يا عم محمد ويوصل القرآن ايه والمسلمين ايه، واحد عينه على الآية الكريمة تفسير الآية الكريمة او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. رجل اتخض بحار وبحار اصلا مجاله يعني سبحان الله جات له فين. الامواج طبقات محمد ايش عرفه. الظواهر ديت محمد ايش عرفه. فسأل الراجل قال له هو محمد ده كان بحار عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا ما كانش بحار، ده ولد في مكة وبعث في المدينة في عز الصحراء ما راحش ولا راكب البحر ما حصلش. قال اشهد ان هذا كلام الله اسلم. واصبح من معظم من اشهر دعاة الاسلاميين في اوروبا. اذا احنا عندنا جانب حضاري في الاسلام رائع. جاذب. الجانب الحضاري في الاسلام جاذب. الجانب الايماني في الاسلام جاذب. الجانب الانساني في الاسلام جاذب. لماذا نغفل عن هذه الجوانب؟ اذا لما نيجي نروج للاسلام ونسوق له نبرز هذه الجوانب. صح. بدل ما نبرز الخلافات. صح. والاتهامات. صح. والحرب والدمار. واذا كان البعض يريد ان ينشر الاسلام على انه داعش لا ينبغي ان نجر الى هذه الفخاخ. انما نقول الارهاب لا دين له. وعمر الاسلام ما نادى ابدا باراقه الدماء والمشاهد الوحشيه اللي احنا بنشوفها. فضيله الشيخ، فضيله الشيخ احنا ناخد من فضيلتك وقت انك تكون معانا في فقرات جايه باذن الله عشان نكمل الحوار الجيد والممتع والمفيد اللي اتمنى انه يوصل لشبابنا بشكل مباشر. فضيله الشيخ احمد تركي شكرا جزيلا لوجودك معانا في مصر الجميله. شكرا جزيلا ليك. هنطلع فاصل ونرجع تاني. هنطلع فاصل ونرجع تاني مع حضراتكم والفقرة القادمة بإذن الله من مصر الجميلة. من فضلكم خليكم معانا.